هي هذه هي جمعية المقومات متاحها هو الحقوق الإنسانية للنساء، خصوصا بالنسبة للنساء المستضعفات اللي هي مستضعفة إما على أساس السن، صغر السن أو كبر السن أو الهشاشة الاقتصادية أو الخصاصة أو أكثر من هذا التهميش الاجتماعي والنظرة الدونية اللي تصير لك نساء المستضعفات، لأنها تعاني أولا من التمييز الجنسي وزيد على التمييز الجنسي التمييز الاقتصادي والتمييز الاجتماعي. الهدف العام هو أنه نبنيه الشراكات، لأنه احنا واثقين أنه الجمعية وحدها ما تنجم تعمل حد شيء. يعني نجم يكون عنا الإرادة باش نعملوا حاجات لكن ما نتوصلوش، نحبوا نكونوا ناجعين في التدخل متاعنا وفي العمل متاعنا. لذلك لابد من بناء الشراكات، شراكة بين الجمعيات والمؤسسات العمومية، شراكة بين الجمعيات فيما بينها، أنه نتقاسموا الأدوار، أنه نتقاسموا حتى الخبرات، أنه نتقاسموا القدرات.